السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and hello everyone. النهاردة معدنا مع سيشن جديد في ألعاب سندباد والإنجليش. النهاردة قلنا قلت لكم فكرة القناة متنوعة، فيها حاجات كتير بنقدمها. الجزء اللي الأساسي اللي هو طبعا تعليم الإنجليش معانا، بلس بنستخدم التويز أو الألعاب عشان نبسط الفكرة بالنسبة للسن الصغير. بيبقى في فيديوز كده منوعات في النص، دي بتبقى ايه ترفيهي، او بحاول ان انا اي حاجة اقدر افيد بيها غيري في اي مجال معين انا بنزلها على القناة. هندخل في الموضوع على طول، بس قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك واشتراك القناة وسبسكرايب بالانجلش والعربي، طبعا ندوس على اشتراك ونفعل الجرس علشان يظهر لكم كل جديد معنا. تمام اوكي، ايه اللي احنا بنتكلم عنه السيشن ده؟ هنتكلم عن المجموعات، هنحاول ان احنا اشرح لكم الحاجة في مجموعات. طب هل المجموعات دي تيتشر سمر هتفيد مين معانا، او اكتر مرحلة هتفيدها معانا؟ السن السن كي جي 2 كي جي 1 and جريد 1، او لو اعلى من المراحل دي بس مش متأسس. طلبوا مني ان انا اعمل لهم الحاجة لهيئة مجموعات او سونجز اغاني تبقى سهلة يحفظوها. طيب مبدئيا هنحتاج ايه هي اكتر الجروبس او ايه اكتر المجموعات اللي الطلبة اصلا محتاجاها علشان يحفظوها؟ طبعا اساسي لازم يكون عندنا جروبس البرونونس الضماير نكون عارفينها، لازم يكون نمبر 2 النمبرز الارقام نكون عارفينها ازاي نقولها من ال1 لحد ال100 from 1 to 100. لازم يكون عارفين الجروبس بتاع الكالرز الالوان، الفاميلي العيله، الفاميلي العيله. لازم يكون في فيربس افعال، انا هحاول اسجلها معاكم عشان هعمل لكم اكتر من فيديو خاص باللي انا بالبوينتس اللي انا بكلمكم فيها. يبقى انا دلوقتي محتاجه ان انا اعمل جروبس خاصه بالنمبرز، خاص انا بسجل نوتس كده باللي طلب مني. البروناونز الضماير، محتاجين تعرفوا الكالرز مجموعه الالوان، الفاميلي العائله، رغم ان انا في فيديو تحت انا كنت عامله الفاميلي كامله من الجد للجده للعم، هتلاقوه في القناه في الفيديوز القديمه. كنت عاملاها كامله، كنت عامله للكالر كده، حتى كنت لابسه الجاكيت كده تكنيكالر وقعدت اقول لكم الكالرز الالوان كلها عليه. الفاميلي قلتها لكم من الفروم اي تو زد. كان في فيديو برده كنت عاملاه للنمبرز الارقام البروناونز. اي ثينك ان انا ما كانش فيه اي جروب الا لما عملته، بس انا هحاول في الفيديو ده الم لكم على الاقل مجموعتين مجموعتين، يعني اقسمهم على تو فيديوز او حاجه هقسمها مجموعتين. الفاميلي هنحتاج ايه تاني؟ اساسي ان الطالب يكون عنده فيربس، حصيله فيربس افعال، فمحتاجه طبعا البادي. البادي نعرف كل اجزاء البارس اوف اور باديز، اجزاء جسمنا او اجسامنا. دي من برضو الجروبس الاساسيه اللي لازم اي طالب بيتاسس صح كي جي 1 او كي جي 2 او جريد 1 يكون عارفها، يكون عارفها. اوكي طب هنحتاج ايه تاني يا تيتشر سمر؟ دي الجروبس الاساسيه دلوقتي، وانا كل ما اتذكر حاجه معاكم هدونها في نوتس واقولها لكم. النهارده هحاول اضم التو جروبس مجموعتين مع بعض عشان ما يبقاش في حيره واحنا بندور على الفيديوهات القديمه، مع ان كلهم بلا استثناء موجودين في فيديوز قديمه. اوكي اول حاجه البرونونز الضمائر، لازم الطالب اساسي في اي بي سي انجلش كده يعرف البرونونز الضمائر ايه هي. طبعا عندنا في البرونونز انا اي، انا اي، هو هي، هي شي لو بساور على حد بنت يعني، لو مش انسان ات. انا ليه بحب اقولها مش انسان؟ لان الطلبه في السن ده بيبقوا عايزين ابسط الطرق توصل لهم بيها المعلومه. فانا حضرتك لما بقول له كلمه غير عاقل، هو مش عارف يعني ايه عاقل، مش عارف يعني ايه عقل. محدش يقول لي يعني عاقل يعني عنده عقل، لا، ما طالب طالب واحد ممكن مثلا يعني طفل لسه يعني بنشئ بنعلمه، ممكن يقول لي يا تيتشر سمر يبقى سؤال وجيه منه، طب ما الانيمالز الحيوانات بتمشي، اذا الحيوانات دي عندها عقل، ده اوردر. طفل هو هيتعامل على اساس عقليته، هيتعامل على اساس عقليته. فانا بريح نفسي عايزه اوصل له انفو زي دي او معلومه زي دي، بقول له ان اي حاجه مش انسان. ليه بقى؟ هو من نفسه هيشوف اي حاجه جماد، اي انيمال حيوان، هيقول لك اه ده ات على طول، تلقائي هيربط ده بده ان هو مش انسان زيي وزيك، فهيعرف ان هي ات. تمام، نحن انا وانت بنتكلم نحن وي،
انت، بكلمك انت يا حبيبي وده قدامي دلوقتي، بكلم الطفل دلوقتي بقول له انت، يو، هم، هم زي، هم زي. نقولهم بقى ده كده الشرح، هم بتكلم عن الناس اللي قاعدين بره بقول عليهم هم، هم زي. تمام. طيب انا بقى بشتغل على القاعده دي ازاي، بتبع ايه فيها بالظبط، بقول ايه بقى بعد ما بوظفها ازاي. طبعا هنحتاج ان احنا ناخد فيرب تو بي، وده لازم يتعمل في سيشن منفصل رغم ان هو برده في الفيديوز القديمه، بس انا هحاول اعمل فيديو مدمج ما بين فيرب تو بي وفيرب تو هاف، يكون ويملك. بعد ما بتخلصي البروناون طبعا انا محتاجه انزل للسن الصغير ده، لسه جاست 5 years او 4، في اعمار تجيلك 4 و5 ولازم يعرفوا البروناونز الضمائر، ولازم السن ده يكتب فيه الضمائر ويتملاها. فيقول لك لا، لما يخلص الحروف 4 سنين لازم يخلص الليترز الحروف، ساعتها نبقى نقرر هنديله. لا غلط، اكبر غلط، ذات سو رونج، فيش الكلام ده. طول ما الطالب استجابته كويسة بداية من جريد 4 يعرفها، من جريد 3 يعرفها بس اورال شفوي. وانا هعمل فيديو برضو هنتكلم فيه على السن المناسب، ده سؤال كل وليد امر، اللي بتشرح امتى السن المناسب اللي ابني يمسك فيه قلم او يقدر ان هو عنده حصيلة شغل، وايه الكلمات اللي يحفظها بس اورال وايه اللي يكتبهم. فكويس ان انا افتكرت الايتم او الموضوع ده. طيب بعد ما انا عايز اوصل بقى للسن بتاع جريد 3 هقول له البروناون دي ازاي. انا اي، انا اي، انا، انا اي. طلبة بتوعي طبعا عارفينها، هو هي، هو هي، هو، هو هي. ولازم اشاور على ولد او على الصورة على الاقل بتاعت ولد عشان يربط عقليته بيها. هي شي، هي شي، هي، هي شي، the same thing. لازم اشاور على صورة بنت او بنت حقيقية، يفضل ان انت تمثلي له الحاجة. استخدمي البادي لانجوج، البادي لانجوج، العبي، العبي مع ابنك، مش شرط تكون تيتشر، انتوا في اجازة، العبي، غني له، يلا حبيبي يلا نغني، البرونونس الضمائر نراجعها مع بعض، يلا شاور عليا، شاور على نفسك، شاور على هو، على الصورة دي بتاع بابي، شاور على مش عارف مين اختك. هيقول الضمائر كلها وهتثبت المعلومة، مستحيل والله العظيم لو طالب 3 سنين هيقول بصرف النظر انا اتكلم على الايتم بتاع السيشن دي، هيقول البروناون وهينطقها صح جدا وهيقولها حلو جدا. يلا هي، انا اي، انا اي، انا، انا اي، هو هي، هو هي، هو، هو هي، هي شي، هي شي، هي، هي شي، هو وهي ومش انسان. ات ات ات، يلا يعني ده اسمه ايه؟ ده ات. البوك ده ايه؟ ده ات. الموبايل ات. الانيمال ده ايه؟ ات. الحمار، الحصان، المونكي، كل دول ات 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 لانه مش انسان. التيبل، الترابيزه دي، هيقول لك ات. التشير ات. الكرسي، البورد، الدور، الباب، الويندو، الشباك، هيقول لك ات. خلاص استمت في دماغه ان هو مش انسان، هيقول لك ات وهو مغمض. واشاور عليه ان هو يلا، نحن وي، نحن وي، نحن، نحن وي، دبليو اي، دبليو اي، دبليو، دبليو اي. شفتوا انا خليته يكتب، انا خليته يكتب، نحن وي، نحن وي، نحن، نحن وي، دبليو اي، دبليو اي، دبليو، دبليو اي، انت يو، انت يو، انت، انت يو، واي او يو، واي او يو، واي او يو، واي او يو. كده حفظها كمان كتابة، خدت بالكو؟ خليت ابنك ينطق السونج الاغنية وخليته يكتبها من غير ما تتعبي نفسك والعمود والكلام الفاضي ده. الانجليش ممارسة، هفضل اقولها ممارسة، هتركني هيركنك بجد بجد. الانجليش ممارسة، زي جملة الاهتمام ما بيتلبش كده، اول ما تهتمي باللغة هتهتم بيك وهتفضل في ذاكرتك 24 ساعة وفي ذاكرة طفلك، هترميها وتراجعيها مرة في الاسبوع او مرة في الشهر. ده وبعض الناس اللي بتركنها بالترمي دي، دي كل سنة وانت طيب، ما تنتظرش اي تقدم من ابنك نهائي. اوكي هنكمل. هم زي، هم زي، هم، هم زي. كلمة زي طويلة يا ميس سمر، اقدر انا اعمل لك ليها سونج واغنية. تي اتش اي واي يو، لعبة. تي اتش اي واي يو، لعبة. كلمة زي طالما ما بتعرفش تكتبها هنقولها زي تيتشر سمر. تي اتش اي واي يو، لعبة. تي اتش اي واي يو، لعبة. تي اتش اي واي يو، لعبة. بس كده اديني قلت لكم البروناونز، وعايزه اكمل برضو دمج للحاجه جزء تاني من الفيديو برضو، لو قلت احاول ادمجه لان انتوا بتدوروا على الفيديوهات بصعوبه، مكسرين، مكسرين نعمل رول وننزل الفيديوز القديمه.
اوكي هقول البادي كمان اجزاء الجسم بارتس اوف اور بادي اجزاء جسمي في نفس الفيديو فلازم تتفرجوا على الفيديو للاخر عشان هقول لكم اجزاء الجسم برضو بادي 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 جسمي يعني بادي بتغني ليها تيتشر سمر عشان انا بكلم السن الصغير دلوقتي لازم اغني له لازم يبقى في بادي لانجوج حركه ده مش رقص No, never. It's body language. لغة الجسد. كل ما بزود حواس كل ما بحفظ أسرع. ده المبدأ بتاعي. كل ما بزود حواس كل ما بحفظ أسرع. زود حركة. زود صوت. زود نطق. زود eye contact. يبقى في تواصل بصري. علي صوتك. فودانك تسمع. حرك إيدك. فعينك تلقط أسرع. زود حواس هتفهم احسن وهتحفظ اسرع كمان it's okay body 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 جسمي يعني body what about this eye عيني eye أنف نوس فم ماوس اسنان سنة واحدة توس والاسنان الجمع تيس تيس اوكي اذن ear اذن شاور معايا يلا حبيبي يلا شاور ايوه كده انا شايفاك شاور يلا معايا ear والانف نوز بشم 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 بيها وهعمل لكم برضه فيديو اقدر استخداماته بفعل هتفهموا ازاي what about this this is my arm arm ذراع and this is hand يد الصباع finger this is my finger صباع الرقبه neck This is my neck. This is my neck. وشي اسمه ايه اصلا? Face. This is my face. Yes, I see you. That is so beautiful. انت حلوة قوي. او انت امورة قوي. Beautiful. Face. الفيس بتاعك حلوة قوي. والفيس بتاعك امور قوي. كده يعني حاسسوه بتي تتكلمي معاهم. Just for fun. نلعب. نتكلم مع اولادنا. Okay? Face. Wish. عين اي عندنا ايه تاني عندنا ايه تاني عندنا ايه تاني سوري هيد الراس اللي على التربن دي هيد الشعر الشعر ده هير هير شعر هير شعر ستومك معده ستومك معدة لج اللي هي الساق الساق نفسها الرجل نفسها لكن القدم اللي بلبس فيه الشوز يا قلبي اسمه فوت وجمعها ايه يا حبيبتي فيت يبقى قدم واحد فوت قدمين فيت سنة واحدة توس اسنان تيس سنة واحدة توس اسنان تيس سنة واحدة توس واسنان تيس اوكي في طبعا سبون وفي الهارت وفي سكين الجلد الجلد سكين بس انا مش عايز السن ده ياخد يخش في الحاجات دي دلوقتي العظم وال 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 والجلد والهارت والقلب والكلام ده خليه بس حتى في البادي الظاهر الاجزاء الظاهره قدامه علشان يقدر يسمعها معانا وما يملش ويحفظها يا ريت يا ريت يا ريت زي ما وعدتوني ابعتوا الفيديوز حتى هتنزل على القناه بتاعت اليوتيوب بتاعت الاولاد وهنزلها له على البيج بتاعت الفيسبوك عشان نشجعه يعني انا مدرسه عايزه اشجعه وانتم مكسلين ان انتم تشجعوا ابنك لما يقول فيديو حاجه زي كده وينطها ويقراها ثانك سو ماتش هستناكم فيديو جديد ما ننساش اللايك اشتراك القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد كده شرحنا المجموعتين البروناونز الضمائر ولسه هنقول عليها الفيرب تو بي بتاعها انا اكون هو يكون رغم ان مشروح تحت برضو بس الكسل مكسلين ننزل نشوفه وقلنا البادي الاجزاء الجسم الظاهريه وقلنا اغنيه للبرونونز وقلنا اغنيه للبادي اوف اور سوري بارتس اوف بادي اجزاء جسمي ثانك سو ماتش اوعى تنسى اشتراك القناه تفعيل الجرس وتدوس على سبسكرايب او اشتراك ونعمل شير على صفحاتنا الشخصيه عشان نشجع غيرنا ان هو يدخل القناه ويستفيد ويفيد اولاده ثانك يو سو ماتش اند جود باي ماي كيدز